بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد في ساعات الصباح الأولى ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفي كمان فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بيكي، وطمنين عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان احنا سامعين في شبوره هتبقى ممكن تبقى كثيفه في بعض المناطق وامطار، عايزين نعرف المناطق دي فين بالظبط. بالفعل احنا اليوم مكملين في الاجواء الشتويه المستقره على اغلب مناطق الجمهوريه، بنتاثر بمصادر كتل هوائيه معظمها قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، منخفضه درجات حرارتها مع وجود كمان امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بيأثر بشكل كبير على المناطق الساحليه، خاصه المناطق الساحليه الموجوده في غرب البلاد. فاليوم هيكون في فرص لسقوط الامطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه على بعض المناطق من مطروح والأسكندرية، بعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري زي البحيرة كفر الشيخ الدقهلية. فرص الأمطار هتختلف من منطقة لمنطقة، لكن في مجملها خفيفة قد تكون متوسطة في بعض الأماكن وعلى فترات متقطعة من اليوم. باقي مناطق الجمهورية بتشهد استقرار في الأحوال الجوية، بالإضافة كمان الظاهرة الجوية المؤثرة معانا بشكل كبير خاصة في فصل الشتاء خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، هو تكون الشبورة المائية اللي هتكون كثيفة خلال 72 ساعة القادمة. كثيفة يعني هتأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية وهتنخفض معها الرؤية الأفقية على الطرق، أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري السواحل الشمالية القاهرة الكبرى محافظات شمال الصعيد مدن القناة ووسط سيناء. المناطق دي كلها بتكون عليها شبورة مائية قد تكون كثيفة في بعض الأماكن. مع التكون الشبورة المائية بيكون في ساعات الليل المتأخرة الساعة 3-4 الفجر وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا على الساعة 7 صباحا بتبدأ تدريجيا الشبورة المائية في التلاشي، بتبدأ معها الرؤية تتحسن على أغلب الطرق. بالإضافة كمان إن احنا مستمرين اليوم في انخفاض درجات الحرارة، تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار متوقع تكون 20 درجة مئوية، لكن هنلاحظ الانخفاض الملحوظ خلال فترات الليل لأن درجات الحرارة خلال فترات الليل خاصة ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح بتنخفض بشكل كبير وملحوظ، الصغرى خلال فترات الليل بتروح ما بين 10-11 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. يعني هنحس بالطقس فترة النهار ان هو طقس لطيف شتوي على اغلب المناطق الشمالية السواحل الشمالية محافظات الوجه البحري القاهرة الكبرى شمال الصعيد، معتدل ودافي تماما على المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لكن فترات الليل خاصة ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر اجواء بين الباردة الى شديدة البرودة على اغلب مناطق الجمهورية. نخلي بالنا من انخفاض درجات الحرارة فترات الليل المتأخر، لازم نلبس ملابس شتوية ويحبس تكون ملابس شتويه ثقيله، يعني دايما يكون معانا جاكيت لفترات الليل المتاخره والصباح الباكر. كمان يفضل القياده طبعا بهدوء تام اثناء تكون الشبوره المائيه في ساعات الليل المتاخره والصباح الباكر، القياده بهدوء تام، نتبع كافه تعليمات المرور، كمان نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات وان شاء الله السلامه لينا. نشكرك في النهايه، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي بسرعه تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهرة العظمى فيها 20 والصغرى 11، العاصمة الإدارية العظمى فيها 19 والصغرى 12، اسكندرية 20-11، العالمين الجديدة 19-12، مطروح 19-14، دمياط 20-12، بورسعيد 20-11، الإسماعيلية 21-12، السويس 20-11، العريش 19-12، كاترين 14-4، طابة 18-12، حلايب 21-14، شلاتين 24-14، شرم الشيخ 23-13، الغردقة 22-13، الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 10، بني سويف 20-10،
كمان الوادي الجديد 22/10، أسيوط 20/7، سوهاج 21/8، قنا 23/9، الأقصر 22/10، وأسوان 23/11. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وكمان التعليمات اللي احنا أخذناها عن حالة الطقس النهاردة. ناخد بالنا إن في أمطار خفيفة، وكمان في شبورة ممكن تبقى كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية والساحلية المختلفة. ربنا يوصلكم إن شاء الله مصالحكم وأشغالكم بألف سلامة. نرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة نكمل معهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر.